ارتفاع أسعار الغاز والوقود في مدينة تعز وسط اليمن دفع معمر وغيره من العاملين في المخابز ومغاسل الثياب إلى اعتماد الحطب كمصدر للطاقة. اضطرينا لشغل الحطب بالرغم أنه مجهود كبير بسبب أنه انعدام الغاز والديزل. أسواق بيع الحطب ازدادت في اليمن وبات توفير احتياجات المواطنين من الخشب وفق السلطات هنا ظاهرة تستنزف الغابات في البلاد وتهدد الوضع البيئي الذي يشكو من خطر الجفاف في السنوات المقبلة. الاحتطاب هو ظاهرة سلبية موجودة في مدينة تعز أو بدأت تنتشر بشكل كبير في مدينة تعز وبسبب انعدام أو قلة وشحات مادة الغاز المنزلي التي يستخدمها الأخوة المواطنين، حيث تعتبر المسطحات الخضراء هذه تعتبر بشكل حماية كبيرة للتربة في تلك المنطقة، وعندما يتم إزالة الغطاء النباتي من هذه المنطقة تتحول المنطقة إلى صحراء بالمستقبل. غياب الدور الحكومي للحد من ما يصفه ناشطون بالتحطيب الجائر عطل جهود المحافظة على غابات اليمن التي تراجعت إلى أقل من ثلثي مساحتها في العقدين الأخيرين وفق إحصاءات رسمية. استمرار استخدام الحطب كبديل لوقود الغاز والديزل ينذر باختلال التوازن البيئي وتأثر الغطاء الحيواني في اليمن. مهيب المريري، المشهد، تعز.